لمسات رمضانية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه. يا أيها المختار، يا أيها المختار لمدحه ماذا أقول؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا محمد رحمة الدنيا ورائدها وصفوة الخلق من عرب ومن عجم في يوم مولده النور منبعث والليل يرحل والأكوان في نغم والفجر يبدو وضوء الصبح يتبعه هو الأمين هو الأمين بصدق القول متصف وبالمبادئ والأخلاق والشيم عفو رحيم نقي طبع ذو خلق قد صانه الله قد صانه الله قد صانه الله من فحش ومن وصم ويهجر الشرك والأصنام قاطبة لم يقرب له أو يسجد إلى صنم وراح يخلو بنور الله في كنف من الحفيظ فلم يضلل ولم يهم حتى أتاه أمين الوحي مبتهلا اقرأ محمد هذا النور فاغتنم فراح يدعو لدين الله فراح يدعو لدين الله
لله ممتثلا لدعوة الله في الإصباح والغسم طه صلاة الله مني سرمدا ثم الصلاة عليك يا نجم الهدى الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة
لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً
معين. صدق الله العظيم. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. الحمد لله حمدا أستلذ بحمده، الحمد لله حمدا أستزيده من فضله، والشكر لله من قبل ومن بعد. الحمد لله عن سمع وعن بصر، الحمد لله عن عقل وعن جسد، الحمد لله في سري وفي علني، الحمد لله في حزني وفي سعدي، الحمد لله عما كنت أعلم، والحمد لله عما غاب عن خلدي.
الحمد لله والشكر لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على قولنا الحمد لله. سبحانك يا ربنا لك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بعدد ما سبح الملائكة الحافين حول عرشك الكريم، وبعدد ما سبح من شيء يسبح بحمدك ولا نفقه تسبيحهم. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم أنت رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أنت الله لا إله إلا أنت. أسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء. الحمد لله الذي علا فقهر. الحمد لله الذي ملك فقدر. الحمد لله الذي عفا فغفر. الحمد لله الذي علم وستر. الحمد لله الذي هزم ونصر وخلق ونشر. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل قدر أجلا، وجعل لكل أجل كتاب. سبحانك يا رب لا يقال لغيرك سبحانك. أنت العظيم ذو الشأن الكبير. سبحانك ما أحلمك، وبحالنا ما أعلمك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. اللهم يا رب يا أرحم الراحمين، اللهم إنك كنت تعلم ما في سري وتعلم ما في قلبي. اللهم إنك قلت وقولك الحق وأنت أصدق القائلين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا. لك الحمد والشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، ولك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي نقول. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة آتية لا ريب فيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان ومن قيام رمضان ومن تلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم زدنا علما وعملا بالقرآن. يا من أنت القائل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الشكل الذي يرضيك به عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم أسكننا به الظلل، اللهم ادفع عنا به النقم، اللهم زدنا به من النعم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النيران مخلصا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان، ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزج في قفاه في النار. يا واحد يا قهار، يا واحد يا قهار. اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة لما تحب وترضى. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة. اللهم انقلنا بالقرآن من النار إلى الجنة. اللهم انقلنا بالقرآن من الضلالة إلى الهداية، ومن الذل إلى العز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا في ليلتنا هذه إلى ما تحب وترضى، وفي كل أعمالنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، وعند ختمه من الفائزين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، وعند ختمه من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا قد ختمنا كتابك، اللهم إنا قد ختمنا كتابك ولذنا بجنابك، فلا تطردنا عن بابك
فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة. اللهم يا سامع الصوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن تعتق رقابنا من النار بمنك وكرمك يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تستطيع مع إنفوغراد الوصول لأكثر من 2,000,000 متابع في النمسا شهرياً. من خلال منصاتنا الإلكترونية، معاً نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع لإثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. إنفوغراد، شريك النجاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله
لا إله إلا الله. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا خير من نزل النفوس أراحل، بالأمس جئت فكيف كيف سترحل؟ بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا، وشهور باقي العام كم تتمهل؟ ها أنت تمضي يا حبيب وعمرنا يمضي، ومن يدري أنت ستقبل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر المعظم أجرها، هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ كم قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسل؟ اعتق رقابا قد أتتك يزيدها، شوقا إليك فؤادها المتوكل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا، هلا عفوت فما سواك سأسأل؟ رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يدعو الله أو يتذلل.
حتى يعود لربه متضرعا، فهو الرحيم المنعم المتفضل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي، من قادم الأيام أم نتقابل. فالقلب غاية سعده سيعيشها، والعين في لقياك سوف تكحل. إنفوكرات، لنكتمل بالمعرفة، نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.